تعتزم تايوان إجراء تدريبات عسكرية تبدأ الأسبوع المقبل في ظل تصاعد التوتر مع الصين. بكين وعلى مدى العام المنصرم كثفت تدريباتها العسكرية حول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي، وشمل ذلك تحليق قاذفات وطائرات حربية أخرى حول الجزيرة. وزارة الدفاع التايوانية أكدت أن الجزء الرئيس من التدريبات سيكون خلاله إطلاق ذخيرة حية في الفترة بين الرابع والثامن من يونيو حزيران المقبل.